عندنا اتصال؟ عندنا اتصال من ورود من ديالى، عندها شكوى معينه حول وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، راح نسمعها سويا. الو ورود؟ يعني الو. تفضلي انت على الهواء. اي السلام عليكم. وعليكم السلام. انا طالبه مرحله اولى ما حد تقني. نعم. فحبينا يعني نقدم شكوى لكم. نعم. خصوصا يعني احنا مواليد 89. احنا من يعني 2010 بدينا نداوم. نعم. فإذا قرار هسه يعني فصلنا لان مواليد 89 يقولون انتم كبار فصلونا. ايش قد مواليد؟ 89 89 ايه طيب يعني اجى امر فصلنا. فصل؟ احنا شنو ذربنا؟ اي فصلنا يعني طلعونا من معهد. طيب ليش يعني من يمتى كانت هناك يعني موضوع العمر الى ماكو اي ماكو هذا القرار، هو حتى العميد مالتنا يقول ماكو هذا القرار. طيب هذا منين اجى؟ من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي؟ يعني كل الكليات وكل المعاهد يقول ايه؟ طيب احنا الكليات بديالة يقول هذا القرار ماكو، العميد يقول ماكو، العميد شلون اجى؟ منين وصل؟ شلون انتم وين شفتوا؟ العميد يقول اكو هذا القرار، يعني اه موجود هذا القرار، ويعني طلعونا احنا من المعهد. طيب كم طالبه او كم طالب؟ 35 طالب يعني، وطالبه من المعهد كله. طيب حاليا يعني ماكو يعني احنا ما نقدر نروح نسائل، نقدر نروح اهلي. طيب قدمتوا لاهلي استاذ هسه هو. طيب قدمتوا طلب يعني للعميل حتى يوصل الى وزاره التعليم العالي؟ ايوه. وهذه ايوه اول شكوى. ايوه ما وافقوا. صار كم يوم هذا الموضوع؟ هاي هو اجى القرار من شهر 11 نهار هسه، يعني صار يوميا اللي يعني طبقوا هذا القرار. اها يعني صار شهر كامل القرار هو موجود لكن غير مطبق، حاليا صار يومين من تم تطبيقه. نعم. زين نعم. يعني انا اذا احكي وياك يعني طالبه نعم يعني مرحله اولى قسم محاسبه. نعم. لا امي ميته، ابويا ميت، اخ ما عندي، عشان خالتي انا يعني ما المعقول يعني خالتي تعطيني نعم. مليون لو 700 كل سنه. مال شنو هاي؟ مرتب ابويا كل شهر 70,000 اهليه يعني كلية. نعم كلية اهليه. نعم يعني ما اقدر يعني لا اروح اهلي ولا اقدر اروح مسائي، واحنا يعني من 2010 احنا باشرنا نداوم. نعم احنا شنو ذنبنا احنا يعني نعم. هسه وين نروح؟ نعم يعني وصلت الشكوى والموضوع صار واضح، شكرا ورود، واحنا راح نبقى متابعين القضيه. ما اعرف اذا هذه القضيه معمم على كل يعني انت هسه من دياله لحد الحين ما وصلنا هالشكل الموضوع او هالشكل القرار، راح نتابع يعني وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، نتمنى ايضا هم يتواصلون، يعني احنا طرحنا كثير من المشاكل ووزاره التعليم العالي ما اعرف بمن مشغوله، يعني مثل وزاره التربيه جايه تلبي اغلب المشاكل وتحاول تحلها، وزاره التعليم العالي ما اعرف شنو مختصها، شنو شغلها، شنو اسباب القرار، هو انه يطبق على كل العراق لو بعض المدن، يعني لابد انه اكو تصريح لهذا الموضوع.